هي لعبة دفاع عن النفس، خلي انه كبنت ممكن دافع عن نفس. فلما شافني الكابتن انه بعرف العب، فصرت انه خلص بدأت بالجد انه جاي على جودو، مش جاي انه اطول، فجيت على الاثنين اطول والعب. السنة كانت 2020 اخذت فيها اول ميدالية النادي، طبعا الميدالية الذهبية، وتكرمت برضو هان بالنادي كمان ميدالية عشان الفوز تبعنا. الفئة الاهلها ما برضو انه تيجي البنات يلعبوا لعبة الجودو، بالعكس لعبة دفاع عن النفس بتخلي البنت تكون لها ثقة بحالها. والجودو أوليتها إنه الواحد المبتدئ ممكن يكون إنه في أضرار، بس إنه مش كسر، إنه عادي إنه أضرار بداية، بس بعد هيك تكون متعود كل واحد كيف يلعب اللعبة. لعبة الجودو تخطيت درجات من الحزام الأبيض، هلا زي ما انتم شايفين إنه الحزام البرتقالي وصلت له الدرجة الرابعة. اليوم رح ناخد تدريب ورح ناخد شهادات الحزام البرتقالي، والأغلب ناجحين. إنه هي اللعبة الوحيدة اللي مصنفينها من الأولمبيات في اليابان. كنا في المدرسة كان في مسارات، وكانت الكابتن تيجي وإنه تعطي مسارات، وأنا بحب هاي الأشياء، فإنه حبيت الجودو. إنه إحنا لسه ما بدينا، وأول بطولة هتكون في 19/9. إنه هاي إشي لازم، وزي دفاع عن النفس لو تعرضت لأي إشي، وخصوصا البنات.